هذه تأملات يسيرة في بعض الأدعية التي جاءت عن الأنبياء والصالحين في القرآن. قولك يا الله يا رب والجمع بينهما في الدعاء سنة من سنن الأنبياء. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا، وقد ثبتت السنة الصحيحة بمثل هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الثناء على الله بجمع هذين الاسمين.